أنا أوصل بس معلومة للأخوة، عندنا إصابات، عندنا حرمان، عندنا أمور ما وراء الرياضة وكرة القدم، هم يعرفوها كل زين. كابتن شنو ما وراء الرياضة؟ هذا السؤال المفروض يصير الكابتن علي يعني حقيقة. لو قاعد أمامك أكيد أنتوا سألتوا كإدارة بعد هذا التصريح، ما سألتوا؟ يقول مثلا أنه ما وراء الرياضة يعني 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 ما وراء الرياضة يعني كتصرف لاعبين أو عدم رضا بعض اللاعبين، عدم مزجهم بالتشكيل. هذه النقطة اللي أريد أقف عليها. إيه يعني حقيقة. من المراضي لين ما يلعب أساس. أنا حكيت مع بعض اللاعبين يوم تحدثت وتكلمت مع بعض اللاعبين، قلت لهم أنتم لاعبين يعني مفروض متوقعون عقد وتورون عقد مع النادي، يعني خلاص مدرب يلعبك 5 دقائق، يلعبك دقيقة، يصعدك فوق، تلعب أساسي ما يلعبك، خلاص أنت ما تتحدث وياه بشر، ممكن تتناقش وياه بس بأدب قبل التدريب، بعد التدريب تقول انا ليش ما العب، شنو اخطائي، شنو السبب ما العب، يقول لك فلان شي فلان شي، حتى تتدرب عليهم وتطور قدراتك الفنيه والتكتيكيه والبدنيه حتى تدخل بالتشكيل او تدخل كبديل. يعني مو ممكن انت مدرب ما يلعبك تتذمر على المدرب او تسوي تستفز زملائك او تحرض زملائك انه يكونون معاك او يعني تخرب تشكيله الفريق. انت جاي تحكي على لاعبين مؤثرين بالقوه الجويه جاي يمارسون هذا. انا حكيت بعض اللاعبين واحد اثنين يعني قلت لهم هذا نادي القوه الجويه اكبر من كل واحد، احنا الناس يعني انهم موجودين باكر ما موجودين كاداره، ولاعب اليوم موجود هو باكر ما موجود. قبلوا منك هذا الحديث؟ انه الجمهور هو متواجد مع الفريق. قبلوا منك كابتن هذا الحديث؟ اي نعم، تحدثت وياهم وقلت لهم هاي نصيحه اعطيكم اياها انه انتم تلتزمون، انت كلاعب توقع عقد مع نادي تلتزم مع النادي، ما لك دخل بالمدرب يلعبك يقعدك. منو من اللاعبين زعلان لي الميلان؟ بعض اللاعبين كانوا اثنين يعني ثلاثة، يعني قد عددهم؟ اثنين ثلاثة مو أكثر، إنه ليش ما نلعب وهذا، وأكو مثلا الفريق من يغلب إنه ما يسلم على المدرب أو ما يصافح زملائه، هاي طبعا حالة مو صحيحة وحالة سلبية بالنسبة للاعب، هاي تأثر على اللاعب أكيد وتنعكس على المدرب إنه يشوف إنه بعض اللاعبين مو هذا يعني. الكلام مقصود به بعض اللاعبين اللي اجوا للموسم الاول لو قدام. انا احكي يعني وكلام عام على الفريق انه دائما انتم المدرب كابتن حكيم باقي مع الفريق باقي، يعني المدرب باقي يخسر، هاي قوه للمدرب يخسر او يغلب هو باقي مع الفريق، فانت كلاعب انت الموسم راح ينتهي، احنا راح نقدم اللي عندك، احنا راح نشاهد اللاعبين، لاعب الخلوق واللاعب اللي يطيع الكادر التدريبي واللاعب اللي يحترم الجمهور يحترم زملائه، اكيد احنا كاداره راح نباوع وننظر بعين الاعتبار، راح نشوف هذا اللاعب انه جالس قاعد يلعب، هذا هو اللي يخدم الفريق، ما يحكي ما يناقش ما يتذمر على المدرب ما يتذمر على المساعدين، فهذا هو راح يقدم حتى يلعب لك 5 دقائق، يقدم روحيته مع الفريق نفسيته مع الكادر التدريبي، هاي تخلق الروحيه وتخلق المنافسه الشريفه وتخلق النتائج. طيب. الطيب شاشة كورة وماذا جاء فيها؟